السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم كيما راكم تشوفوا في العنوان، بغيت نوجد معكم الكيش تاع البصل واللاخدون ولا شرائح تاع الدجاج هكلا. ولا راكم جداد في القناه ما تنساوش تدخلوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس، تدخلوا لي لايك للفيديو طبعا الى عجبكم الفيديو. لهنا كيما راكم تشوفوا في المقادير راهي لهنا قدامنا. لهنا عندنا 4 حبات بصل كبار اللي جايين كيما هكا، راني قطعتهم كيما مين نديروا الشلاطه، شرائح هكا لك هي صغيرين كيما مين نديروا الشلاطه. فوالا شوفوا هيا 4 حبات بصل كبار. عندي 3 تاع البيضات لهنا، لا سا دي بول بلات تاعكم شحال، سا دي بول راكم باغيين تكثروا ولا تنقصوا ولا كل وحده على حساب البلات تاعها. انا دوك نوريكم البلا اللي بغيت ندير فيه. هنايا عندي 3 بيضات، عندي اللاغدون اللي جاي كيما هكا لا شريتو، ها نوريه لكم فوالا شريتو كيما هكا يجي حلال طبعا، جاي كيما هكا لك يا لاغدو، حتى هما راهم دايرينو في كيش. هيا وجاي تاع الدجاج هكا، شرائح تاع الدجاج مبخرين. هيا هذا هو جاي هكا لا. وانتم الا زعما راكم باغين تسيو هذه الوصفه وما عندكمش هذا، تنجموا تقطعوا الدجاج اللي عندكم في الدار، تقطعوا غير مرصوات صغيرين وتخلطوا مع البصل، ولا تنجموا تخلو بلا لاغدون ديروا غير البصل فاني يجي الكو تاعو شباب بزاف، يعني غير هكا لك هي الكيش غير بالبصل. عندنا الفرماج غابي اللي هو هواله هنايا حطيته. وانايا اليوم بغيت نوجد بالتارت زعما بالعجينه واجده، هيا واللي هي هاي وينا بغيزي جايه واجده، شريتها غورموند. هيا جايه كيما هكا، ما فيهاش الشراب، هذه الماركه هذه ما فيهمش الشراب للناس اللي ساكنين لهنا وباغين يشوفوا. فوالا هاي وينا هي تبان لكم، فوالا هنايا ما فيهمش الشراب. هيا جايه كيما هكا. وعندي زيت الزيتون، وعندي هذه انا بغيت ندير دي ما عنديش الاخرى، هيا ست عندي غير هذه الكريم هيا بغيت نديرها ما عنديش السائله، هذه فاني زعما شويه زعما صافا بصح ماشي كيما السائله الاخرى. وهنا هنا عندي فلفل اسود وعندي الملح. فوالا نبداو حنا الحاجه الاولى، نبداو بالبصل، نجيب المقله وندير فيها شويه تاع زيت الزيتون. وانتم الا ماكمش باغيين ديروا زيت الزيتون ديروا زيت عاديه اللي عندكم، كل واحد يدير واش يحب. انا غير الصوالح اللي موجودين في الدار نعطيكم. اي والعجينه تاع البغيزي والعجينه نورمال، تنجموا نتوما ديروا فرينه والبصل فرينه والبسكو قطعته تخليه كاع في دماغي، الفرينه والملح وتخلطوهم بالماء وكاع، زعما عجينه سهله ما فيهاش بزاف صوالح اللي صعاب. غير انايا بغيت نسييها، يا ما شفتوني نهار اللي عاودت لافامي تاع راجلي سييت الاخرى، سييت هذيك تاع الصابلي بصح جات رقيقه بزاف بزاف ونسيتها في الفرن حرقت لي. هذه خطره قلت نسيي هذه ونشوف الى مليحه ولا لا. دروك راني درت الزيت تاعنا راهي تحمى ايا، ومن بعد ندير فيها البصل، وقد ما يذبل البصل نزيد معاه اللاغدون باسكو هو يطيب عن ساعه هذا ولا شرائح تاع الدجاج يطيبوا عن ساعه. ايا ندير فيها اللاغدون قطع تاع الدجاج. فوالا لهنا راني سخنت الزيت ونديروا دروك البصل تاعنا. بسم الله راني غسلته ومقطعاته فوالا كيما هكا، خلط فيه ونعاود نرجع معكم. فوالا كيما راكم تشوفوا دروك هذا البصل رايح كاع يذبل ويولي غير زعما غير شويه، من بعد نعاودو نرجعو ليه كيما قلت لكم جيت نبارطاجي معكم العقده هذيك اللي نديروها ولا لاصوص هذيك اللي نخدموا فيها اللي من بعد نديروا فيها البصل واللاغدو. اول حاجه نبداو بالبيض، عندي 3 تاع البيض لهنا، جبت صلادي هكا باه نخدم فيه، والبيض ندير في هذه ومن بعد نحطو لهنا. الخطره اللي فاتت كانت عندي البيض وكنت راح ندير كاطو به، ايا كي درتو كي قطعتو فوق ديغيكت فوق الفرينه كلشي قصتو باسكو البيضه كانت خاسره كلشي قصتو. بسم الله هاد البيضه الاولى صافي، من الاحسن ديروا كل بيضه فناخذوها وحدها، زعما ديروها وحدها باش ما تخسرش. نمسح هذا هنايا البيضه زوجها،
لهنا ثلاثة تاع البيضات ونديروا عليهم الكريمه كما قلت لكم. انا عندي هذه لاكخير، وانتم الا عندكم السائله الكريمه السائله ديروها هي من الاحسن. انا من ما لقيتهاش عندي ندير هذه وصاي. هما فاني راهم دايرين فيها، تنجموا ديروا بها ديسير ولا تنجموا ديروا بها لي كيشه. صافي ننجم ندير بها، شوفوا كيفاش جايه شويه ثقيله مش كيما الاخرى جايه خفيفه بزاف. وهادو كاع راني مسحتهم على جالكم عارفين، وكاع راني مسحتهم ها كيما هكا. ونزيدوا لهم شويه تاع الملح، شويه فلفل الاسود كيما راكم تشوفوا، والبصل واللاردون رانا نطيبوا فيهم. نجبد غير باش نخلطهم مليح خلطوه مليح مليح حتى يتضاعف الحجم تاعهم. هنا كيما راكم تشوفوا خلطناها مليح لهنا هيا، واللاردو تاعنا والبصل راهم طابوا فوالا هامين هنا. شتو كاع البصل ربع حبات قداه اللي درناهم، شوفوا قداه ولاو. بسم الله نديروهم دروك لهنا لا ونخلطوهم مليح هلا. خلطوهم كاع باه يتخلط اللاردو مع البصل مع لاصوص هذه هلا كيما راكم تشوفوا. والعجينه تاعنا رانا درناها لهنا، شوفوا كيفاش صنعتها. درتها في البلا هذا انا تاع اكسيون اللي خطره وريته لكم، درتها لهنا وزيدت لي مورسو. بغيت نديرها هكا لك يا ديكيش صغيرين من بعد نوريه معاكم. هلا كيما هكا نعمروها ما تخافوش عليها راح تنشف كامله. هنا هنا كما راكم تشوفوا فيها نشعلوا الفوق تاعنا دروك. ونخلوه شويه يسخن ومن بعد نديروها نديرها الفرماج دروك من الفوق. كم عارفين بلي البيض والفرماج وكاع راح يعطيها قشره شابه من الفوق يحمرها، سي بوغ سا نخليهم حتى من بعد. هذا كيما هكا فوالا راهي طابت التخت تاعنا ولا الكيش تاعنا. شوفوا كيفاش جات، شوفوا كيفاش تحمرت كاع هلا كيما هكا غير دروك قلعتها هلا كيما راكم تشوفوا فيها. نقسم لكم مورسو منها ونوريها لكم. فوالا راني قسمت لكم مورسو منها، شوفوا كيفاش جات نوريها لكم. شوفوا كيفاش جات، سمحوا لي الاخرى راهي تطلع حمان البابيغ تاعها، ومن تحت حمارت كيما هكا اي سخونه هلا. ومنها راني قسمتو. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى يكون عجبكم ونقولكم الى اللقاء الى الفيديو الجاي ان شاء الله. بوسه كبيره لكم، باي.